اهلا ومرحبا بك عزيزي المشاهد وحلقه جديده من برنامج نور يتزايد. بنجاوب في هذا البرنامج على اسئله متنوعه سواء ايات عسره الفهم او تعليم في الكتاب المقدس. وفي سؤال بخصوص الملائكه جالنا بيسال: هل معروف النظام في الملائكه؟ هل في نظام معين؟ رتب يعني لاني الرب اله نظام، يعني إله ترتيب. فمثلا نقرأ في كلوسي الأصحاح الأول عن خلق الملائكة، فإنه فيه خلق الكل في المسيح، ما في السماوات وما على الأرض. ما في السماوات يعني الملائكة، الكائنات الملائكية، الصاروفيم، الكروبيم، رؤساء، رئيس الملائكة ميخائيل، جبرائيل، كل ده اتخلق. فإنه فيه خلق الكل، ما في السماوات وما على الأرض، ما يرى وما لا يرى. وما لا يرى دي لأن الملائكة لا ترى بالعين الطبيعية، عشان زي ما قلنا قبل كده أنها أرواح. أنها أرواح. وبعدين بقى بيشرح ايه الملائكة عبارة عن ايه. فيها عروش، فيها سيادات، فيها رياسات، فيها سلاطين. والتعبيرات دي هنلاقيها في كذا مكان في الكتاب. نفس الرتب دي موجودة في مملكة إبليس. ليه؟ لأن مملكة إبليس أساسا كانت ملائكة، فلما سقطت سقطت بالنظام بتاعها. ويعني عندنا نظام في الملائكة اللي ما غلطتش، ونظام في الملائكة اللي غلطت اللي هي تبع إبليس. عندنا العروش، عندنا السيادات، عندنا الرياسات، عندنا السلاطين، لكن ما عندناش شرح في الكتاب المقدس إيه ده وإيه ده وإيه ده. وبعدين بقى حلو إن احنا نكمل الآية. الكل به، بمين؟ بالرب يسوع. يبقى الرب يسوع هو اللي خلق ميخائيل، والخلق جبرائيل، الكل به. والحتة المهمة: وله قد خلق. يعني كأن الملائكة اتخلقت لمجد الرب يسوع. وشفنا لما درسنا الجزء بتاع أشعياء 6، قلنا ان في اشعياء 6 الرؤيه دي كانت رؤيه الرب يسوع، لان انجيل يوحنا فسر الرؤيه دي ان دي رؤيه ان اشعياء راى الرب يسوع. ففي الرؤيه دي شفنا صاروفيم بيسبحوا الرب يسوع. الكل له. فانا لما اقبل للرب تبقى حياتي تمجد الرب، يبقى حياتي فيها تسبيح للرب، وتبقى حياتي مستخدمة من الرب لامتداد عمله. يعني الكل به وله قد خلق، الذي هو قبل كل شيء. ده ودي طبعا أنا ليه بشرح كده بالتأني؟ عشان في ناس بقى عقائد غلط وانحرفت واعتبرت أن الرب يسوع ملاك عظيم، لكن لا، الآيات هنا واضحة. الكل به وله قد خلق، الذي هو قبل كل شيء وفيه يقوم الكل. يعني كل حاجة تقوم في الرب. طيب عايزين نتعرض لسؤال مهم، اللي هو
إيه دور الملائكة مع المؤمنين؟ دور الملائكة مع المؤمنين واضح تماما في الكتاب المقدس. ممكن نحطه في نقط، يعني نلاقي مثلا دور الملائكة الإعلان، بيعلنوا، يعني زي مثلا لما موسى أخذ الناموس ده إعلان، إعلان عن فكر الله تجاه سلوك الإنسان وفكره من خلال الوصايا الشريعة، رب عايز الناس تمشي إزاي. هنلاقي ده مكتوب بترتيب ملائكة، يعني الملائكة كان ليها دور في إعلان الشريعة الوصايا العشر لموسى وللشعب، في إعلان، يعني الملائكة أعلنت ميلاد الرب يسوع للرعاة. الملائكة مثلا جبرائيل أعلن لزكريا إنه هينجب يوحنا المعمدان، وأعلن للعذراء مريم إنها الرب ستجسد ويأخذ جسدا ويولد منها بإنسانيته يعني. فإذا أول حاجة إن الملائكة بتعلن، وممكن جدا في تحصل إعلانات لينا من الملائكة، وبس تمتحن عشان ليه تمتحن؟ مهم جدا، لأني في بولس قال للمؤمنين في كنيسة كورنثوس إن الشيطان بيغير نفسه إلى شبه ملاك نور، يعني ممكن تيجي أحلام فيها ملائكة والملائكة دي أساس أرواح شريرة، لأن في خداع. رسول بولس قال كده، قال كونوا حذرين لأن حتى الشيطان بيغير نفسه ويخدع ويتظاهر بأنه ملاك من الملائكة التي لم تسقط، من الملائكة اللي لخدمتنا، ويبقى هدفه الخداع. طبعا نحمي نفسنا بكده ازاي؟ اني نعلن ايماننا ان الشيطان مش هيقدر يخدعنا. لو جات لي حلم او رؤية فيها ملائكة، اتكلم مع شخص روحي اكبر مني، اقعد مع المرشد الروحي بتاعي، عشان قد تكون هنا في خداع. الكتاب قال كده، الكتاب قال اني بيغير نفسه الشيطان لشبه ملاك نور عشان يخدع. يبقى اول حاجة بنشوفها مع بعض في كلمة الرب ان الملائكة لها دور في الاعلان، انها تبعت لك رسالة من الرب، دي اول حاجة. يعني ممكن انه احنا نشوف ملائكة، طبعا ممكن تيجي لنا في رؤى، ممكن تيجي لنا في احلام، لان ده اللي حصل في الكتاب المقدس. وممكن لانها ارواح ممكن تاثر على روحك وتحط جواك فكره معينه من الرب، بس تمتحن، لان دورها انها تنقل تعلن. الحاجه الثانيه اللي الملائكه بتعملها مع المؤمنين انها بتقود في بعض المواقف، تقود يعني ممكن تبقى انت تايه مثلا في طريق، وبعدين تلاقي نفسك حاجه قالت لك امشي كده امشي كده، لقيت الحاجه اللي انت عايزها بسرعه. انما ده في الكتاب المقدس واضح تماما، يعني الملاك قاضي يوسف انه يهرب الى ارض مصر عشان ما تضيق هيرودس، في قياده. الملاك قاد بطرس انه يطلع من السجن، وقاد فيلبس في اعمال الرسل. فممكن الملاك يقودني من غير ما اشوفه، ممكن، لانه روح ممكن ياثر في روحي بفكره، وتبقى الفكره يصاحبها سلام من الروح القدس جوه قلبي، لاني الحاجه اللي من الرب دي احد العلامات، يصاحبها سلام داخلي ما يضيعش وانا بصلي. يعني لما تكون الفكره من الرب سواء اثر عليا بملاك او بعمل الروح القدس جوايا،
لازم احد علامات ان الفكرة دي مش من الشيطان، لان برضو الشيطان روح وممكن يأثر، اني يصاحبها سلام، والسلام لا افقده لما اصلي من اجل الحاجة دي، دايما الاقي دايما جوايا سلام. لو بقى خايف بقول ممكن اكون مخدوع، يبقى القاعدة بقعد مع المرشد الروحي علشان يقدر يميز. وفي كنائس بيبقى فيها ناس عندها موهبة تمييز الأرواح، تعرف تميز ان ده من إبليس ولا ده ملائكة من الرب، لكن ممكن تقود. يبقى إذا بتعمل بتعلن وبتقود. الحاجة الثالثة ممكن نقرأ مع بعض مزمور 78، أخذ آية من هذا المزمور، مزمور 78. في حاجة عن الملائكة في هذا المزمور، إيه بقى الآية اللي هنا؟ أكل الإنسان خبز الملائكة. إيه خبز الملائكة؟ ده المن. شعب الرب كان بيأكل المن، مش معنى كده إن الملائكة بيأكلوا من، لا، لكن الملائكة لهم دور في أنهم يعملوا المن، يصنعوه يطبخوه ويرموه، والشعب يطلع الصبح يأكل. يعني الرب خلى الملائكة، استخدم الملائكة، طبعا مش كل الملائكة، استخدم ملائكة لتسديد احتياج شعبه لما كان في البرية، لما كان ماشي في جزيرة سيناء فيش أكل، فالملائكة عملت الأكل، ويصحى الشعب الصبح بدري يلاقي المن برا الخيام بتاعته. فإذا ده بيعلمني أن الرب بيستخدم الملائكة لتسديد احتياجات عندي، ودي كانت بطريقة يومية. ولا يزال تلاقي حاجة حصلت، فلوس جات لك وراها ملائكة اشتغلت مع الشخص ده، أثرت على الشخص ده، خلت واحد يفكر فيك، فافتكر ان ليك فلوس عنده. ازاي؟ ايه اللي خلاه افتكر دلوقتي؟ ملائكة الرب استخدمها، راحت نبهته، ابعت انت استلفت الفلوس دي من شخص من زمان، ابعت الفلوس دي، فتجي لك الفلوس في الوقت اللي انت محتاج لها. الملائكة ممكن تقودك انك تشتري بيت وما يضحكش عليك فيه، تقودك. يعني الملائكة مش بس بتعلن ومش بس بتقود، لا، بتشترك في تسديد الاحتياجات بقيادة إلهية، في قيادة إلهية. هقطعك كده قبل ما نكمل الأدوار كده، لأنه حاجة جميلة طبعا اللي بنشوفه من أعمال الملائكة وكده. تساؤل سريع، هل في حاجة في المؤمن تخلي الملائكة تعمل أكتر أو تعمل أقل؟ يعني الامتيازات اللي كنت بتشاركها، العلاقة مع الرب، لأن هم بيتحركوا بقيادة إلهية، الرب هو اللي بيحرك. يعني ده مش حاجة تلقائية بتحصل الملائكة، لا لا، ده حاجة من الرب اللي بيهتم، لأن اسمه احد اسمائه في العهد القديم يهوى يرأى. يهوى يعني الرب اللي ليه علاقه معايا، ده معنى الاسم. ويرأى يعني بيرى الاحتياج وبيسدد الاحتياج، بس ممكن يسدد الاحتياج ويستخدم الملائكه في تسديد احتياجي. يعني ده معناه انه ممكن يبقى في نشاط ملائكي في حياه مؤمن اكتر من التاني 100%. و كل ما هنؤمن بأن الملائكة مرسلة لخدمتنا، كل ما هنحس مع الوقت بأرواحنا أن في ملائكة عملت الشغل ده، ده شغل، ده حاجة أثرت هنا وأثرت هنا وأثرت هنا، في ملائكة. ده ممكن تبقى حاجة ضايعة منك ومهمة، وتلاقي حاجة بتقودك، أو واحد يجي يقولك إيه ده، الحاجة دي وقع ابن ليك صغير، ايه ده؟ في رأيي وفي ضوء فهمي للكلمة ان الرب بيستخدم الملائكة لتسديد احتياجات اولاده.
لكن بلاقيك استخدمت تعبير انه بيأثر لانهم الروح بيأثر طبعا بالتأثير. انا مش شايفه لكن ممكن جدا في بعض الحالات نشوف. واحيانا كانت الملائكة ممكن تبقى وسطينا في صورة ناس، مش بيقول لك كده الذي بها أضافة يعني كون مضيفا للغرباء، لأن لما لوط أضافه ما كانش عارف إن هو مستضيف ملائكة. فالملائكة ممكن تلاقي واحد قبلك في ميدان وكده أنت فاكره واحد يعني عادي، إنما بعد كده تكتشف إنه عمل لك خدمة عظيمة ولا أنت تعرفه ولا أي حاجة إيده وقال لك معلومة و لو أنت بتقرأ الكلمة ليه ما تحطش الاحتمال إن ده ملاك الرب بعته ليك؟ وليه ممكن ربنا يستخدم زي ما كنت بتشارك رسالة عبرانيين انه لا تنسوا اضافة الغرباء لان بيها اضافة اناس ملائكة وهم لا يعرفون ايه فكرة الله انه ان يبعت لك ناس يساعدوك، لان هو لما راحوا اللوط كغرباء واستضافهم لان افتكر ان ما لهمش مكان، كان وجودهم عشان ينقذوا لوط من الدمار اللي جاي على سدوم وعمورة، وكأنه المفتاح انه اضافهم هو استفاد. لو ما كانش اضافهم يعني يعني هنا عايز يقول لك الكتاب انت لما تلاقي ناس محتاجه ساعتها، لان ممكن وسط الناس دي يبقى في ملائكه مبعوته لخدمتك ودي سكتها انها توصل لك. سكه الملائكه انها تنقذ لوط ايه؟ انها كانها غريبه وهو راجل غني ويحب يستضيف الغرباء، بس ما كانش يعرف ان دول ملائكة هينقذوه. طب نرجع تاني ايه لو في ادوار تانية للملائكة؟ المزمور الشهير قوي 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 مزمور كام؟ 91 بالظبط. طريت فكري ان ده مزمور الانقاذ لما تبقى في خطر اقرأ مزمور 91، لما تبقى عزيز المشاهد بتتحارب بأنك خايف من أي أذى اقرأ وادرس وتأمل وصلي بمزمور 91. مزمور 91 بيتكلم إيه؟ الملائكة بتعمل إيه؟ لأنه يوصي ملائكته بك، يبقى هو بيوصي، يبقى إذن في قيادة إلهية للملائكة لأنها ما عندهاش كبرياء، خضعة. بنتعلم الخضوع من الملائكة والطاعة من الملائكة. لأنه يوصي ملائكته بك لكي يحفظوك في كل طرقك. في هنا الملائكة للحماية والإنقاذ، لأن بعد كده يقولك على الأيدي يحملونك لألا تصدم بحجر رجلك. دي تعبير يعني انت هتتأذي تقوم تلاقي العربية وقفت مع ان فراملة ما كانتش كويسة، الملاك وقفها. انقاذ، لازم نؤمن ان الرب بيرسل الملائكة لانقاذنا في وقت الخطر. زي دانيال أرسل الرب ملائكة أو ملاك وسد قفل أفواه الأسود الجائعة فأنقذ. فالرب بيستخدم الملائكة لإنقاذنا. يعني ممكن تبقى في رصاصة جاية لمؤمن في موقف معين وتفرق ملي، إيه اللي خلاها فرقت ملي؟ الملائكة. فإيماننا بدور الملائكة يخلينا نتمتع بالإنقاذ. لأني أنا لو مش مؤمن يبقى أنا مش دارس الكلمة. الإيمان جاي من الكلمة. لما أنت ما تدرس الكلمة مش هتعرف الملائكة بتنقذك، مش هتؤمن. فلا لازم، ولا ده اتكتب لمين؟ ده اتكتب ليا وليك وليكي. إن يوصي ملائكته بك، لازم أآمن أن الرب بيحرك الملائكة في وقت الخطر لإنقاذي. واحد بيقع خلاص هيدشدش دماغه هتتفتح هيموت، الملائكة تشيله. لو هو آمن بالمزمور ده على الأيدي يحملونك لألا تصدم بحجر رجلك. بخصوص حماية الملائكة، أتعرض لفكر شائع
عايزين نعرف الكتاب المقدس اللي هو فكرة الملاك الحارس، بما أننا بنتكلم على حماية الملائكة، وفي ناس بتستند مثلا على الآية اللي في لوقا 18 اللي هو لا تحتقروا هؤلاء الصغر لأن ملائكتهم واقفين أمام ينظرون. بس هي الآية جميلة أن في ملائكة الرب بيبعتها لحماية الأطفال الصغيرين، لكن ما فيش آية تقول لك أن ملاك لكل شخص. ملائكة تساعدنا 100%، لكن ملاك محدد ليا يمكن، لكن ما اقدرش اقطع بكده. لكن انا متاكد منه ان في ملائكه مستنيه تعليمات من الرب لانقاذي حتى لو انا صغير، ودي حاجه تطمني كمؤمن. لو عندي اولاد صغيرين انا مش هقدر احميهم، في احيانا بتبقوا في حتت وغصب عنهم لازم يروحوا مع المدرسه رحله مش عارف فين، وفي لا وانا اسيبهم يضيعوا. انا اعلن ايماني ان الرب يبعت معاهم ملائكه لحمايتهم في وقت لو تعرضوا للخطر، لاني انا مش قادر امنحهم، لاني ده تبع المدرسه، تبع يعني حاجه مش في ايدي، لا في ايد الرب حمايتهم. وفي ضوء مزمور 91 آمن عزيزي المشاهد أن الرب يوصي ملائكته بك يحفظوك أنت ويحفظوا أولادك. فالآية بتقول أن دول يوم ملائكة في السماء، لكن مش لكل واحد ملاك، وما فيش حاجة تؤكد هذا. في أدوار تانية للملائكة؟ يعني الملائكة كمان بتقضي على الأعداء بتوت المؤمنين في وقت، يعني زي مثلا الهيرودس الرجل اللي تكبر ده، جاء ملاك ضربه بالدود ومات عشان تكبر وما عطاش المجد للرب. أحيانا يحصل كده إن يبقى أدوار الملائكة قضاء من الرب على أعداء المؤمنين، وطبعا كان هيرودس واحد من هؤلاء. ليهم دور في لحظة الموت، ده مثل لعازر اللي في انجيل لوقا، لان الكتاب يقول مات لعازر حملته الملائكة، الملائكة حملت النفس بتاعته الى حضن ابراهيم. فكأن الملائكة نقدر نقول هنا موجودة في لحظة عبور المؤمن من الحياة الأرضية للحياة الأفضل، لأن الموت زي ما قال بولس في كورنثوس الثانية، حلو نحن نقرأ الآية دي، كورنثوس الثانية الأصحاح الخامس، كورنثوس الثانية أصحاح 5، لأننا نعلم أنه إن نقض، لأن في احتمال ما نموتش. تقول يعني إيه؟ أقول لك نختطف، ولازم المؤمن يعيش على رجاء الاختطاف ويتوقع الاختطاف، ما يتوقعش الموت. لكن نعلم أنه إن نقض، لو يعني مش شرط نموت، يعني ممكن الرب يجي وإحنا لسه عايشين على الأرض فما نموتش. إن نقض بيت خيمتنا الأرض، بيسمي الجسد ده خيمة، فلنا في السماوات بناء من الله، بيت غير مصنوع بيد أبدي. إذن لما أموت زي لو يعني ما كانش نصيب الاختطاف أخر، ما فيش حاجة اسمه أخر، يعني جي في من المعاد والمعاد ده أنا ما كنتش فيه، أنا لازم أبقى مصدق اني هنطلق واكون مع المسيح، وذاك ابقى مع الرب، ده افضل من هنا، وذاك زي ما قال بولس افضل جدا. لكن من مثل الرب الملائكه تشترك في نقلي من الحاله الارضيه، ان نفسي كانت ساكنه في جسدي نقض، الى ان اكون مع الرب. طبعا ما كانش ده ايام القصة بتاعت لعازر وراح حضن إبراهيم، بس احنا لا احنا في مستوى اعلى، لان ما كانش الفداء
ما كانش الرب يسوع اتصلب، ما كانش الدم سفك، انما المؤمن العهد الجديد يذهب مش عشان يبقى في حضن ابراهيم، يذهب ليكون مع الرب. وطبعا ابراهيم هيبقى موجود مع الرب، بس ده مثل يخص الشعب اليهودي يعني في العهد القديم، لان هم عندهم ان اروع حاجه ان يبقى مع ابراهيم، لكن احنا عندنا اروع حاجه ان احنا نبقى مع الرب اللي مات من اجلي، اللي اسلم نفسه للموت لاجلي. طب عايزين نعرف لو في ادوار تانية برضو للملائكه في حياه المؤمنين. اكيد لو قلبت في الكتاب المقدس تكتشف حاجات رائعه عن عن دور الملائكه معانا. يعني مثلا الملائكه ليها دور في التشجيع، بتشجع. يعني عندنا مثال في العهد القديم زي ان جبرائيل شجع دانيال واعلنه ونقله استجابة الصلاة. دانيال كان بيصلي من اجل الشعب انه يرجع من بابل، فجي الملاك واخبره. بس يعني ليه دور، ايها الرجل المحبوب، ليه دور في التشجيع وكده. وعندنا كمان دور في العهد الجديد في التشجيع. يعني ممكن تقرأنا أعمال الرسل 5:19، ماذا تقول؟ ولكن ملاك الرب في الليل فتح أبواب السجن وأخرجهم. ده شوفوا كانوا محبوسين، يبقى ده الإنقاذ. أي لقيوا إن السجن فتح لهم السجن، مش بس إنه اتفتح، لكن قال لهم بقى اذهبوا قفوا وكلموا الشعب في الهيكل بجميع كلام هذه الحياة. يعني مش معنى نحطكم في السجن تبقوا خايفين. طبعا لما تسمع كلام من ملاك ده في قوة، يعني في فرق انك تسمع كلام من واحد عنده قوة من الرب وواحد ما عندهش قوة. ده كلام فيه تشجيع، لان الهنا اله كل تعزية، وكلمة تعزية تعني التشجيع. الهنا اله كل تشجيع، ممكن يستخدم الملائكة لتشجيعنا. امين. الا تشكر الرب معي وتعظم الرب وتصلي كده؟ اشكرك يا رب من اجل عمل الملائكه في حياتي. تعالوا نصلي مع بعض في نهايه الحلقه. يا رب نشكرك وبنصلي باسم الرب يسوع من اجل النشاط الملائكي في حياه كل مؤمن يزداد اكثر واكثر. نعم نشكرك لانه الملائكه يا رب اللي انت بترسلها يا رب الفاعلين امرك عند سماع صوت كلامك. احنا جايين يا رب بنتمسك بوعودك، بنتمسك يا رب بكلماتك، ونرى نشاط يزداد في حياتنا اكثر. واشكرك من اجل الانقاذ، أشكرك من أجل الحماية، أشكرك من أجل الخدمة، أشكرك من أجل القضاء على الأعداء لأجلنا، أشكرك من أجل التشجيع وكل ما تصنعه يا رب من خلال ملائكتك باسم الرب يسوع. آمين. الرب يباركك ويكون معاك، وإلى حلقة قادمة. إلى اللقاء. إزاي يعني ملاك يقوي الرب يسوع اللي هو ابن الله؟ من حقي لما أبقى في موقف صعب زي كده أنا أطلب ملايكة. في الصليب ما فيش ملايكة، لما الرب الصليب أي واحد بيشكي من الشياطين لازم يآمن أن في ملايكة مرسلة لخدمته.